سنة 2022 في الحقيقة شفت المسائل اللي هي صعبة على المستوى المناخ أو البيئة، خاصة في ندرة المياه اللي كانت واحد الإشكال اللي هو كبير. بعد الحمد لله بعد نهاية ديال هذه السنة هذه الحمد لله الله سبحانه وتعالى غطنا بهذه الأمطار هذه اللي جات الحمد لله فوقتها، وكنتمنوا باش تزيد. 2022 الحمد لله بخير وعلى خير، ما عندنا حتى شي مشكل، والحمد لله بعدا ملي سيدنا محمد السادس بعدا تشافى وكنترجاو ليه السلامة من هنا القدام، الحمد لله بعدا راه كل شيء بخير وعلى خير. فهاد بعدا 2022 ما خلالنا حتى شي حاجة ديال لي ديكا، ما خلالنا شي حاجة ديال لي غنحسوا بها، والله ينصر لينا محمد السادس. كانت ظروف استثنائية في سنة 2022 عشناها، ظروف استثنائية سواء إيجابية أو سلبية. من بين الإيجابيات ديالها هو أنه الإنجاز التاريخي الذي عشناه مع المنتخب الوطني، عشناه معه، عشته كصحفي بقطر، وعشته كذلك مع الجماهير المغربية الاحتفالية ديالها الكبيرة في شوارع المملكة. إذن هي سنة استثنائية بامتياز، سنة استثنائية، وكذلك عرفت أحداث أخرى ككورونا، عرفت كذلك الوفاة ديال ريان رحمه الله. إذن أحداث استثنائية فيها الايجابي وفيها السلبي. الوغ بالنسبه ل شنو الحاجه الزوينه اللي دازت في هذه السنه، كان افتتاح المحل ديالي وبدايه المشروع ديالي انا وماسور جيهان، واخيب حاجه دازت واللي اثرت فينا كاملين كمغاربه واثرت في العالم كله هو الوفاه ديال الطفل ريان. صراحه بقى فينا كاملين جوسكا بريزون مازال تنفكروه. ايجابيات كثار منهم الصحه الحمد لله والرزق زوين والمنتخب فرحنا والنصف النهائي، وحنا عشنا التاريخ، شفنا التاريخ براسو ديال المنتخب، شي حاجه كتفرح بزاف. شفت المغرب، شفت الشعب المغربي كله توحد ولينا واحد كلنا، وضحكنا ونشطنا الحمد لله على 2022. نصتنا بزاف ديال الحوايج ما كايناش الحمد لله. كنشوف ماما كل صباح الحمد لله الله يخليها ليا، واللي اللي عنده الله يخليها ليا، واللي ماتت الله يرحمها. بنيته ديالي صحتي الحمد لله، والله الا بخير الحمد لله. 2023 انها تكون كيف ما تمنيناها، وكما كنقول ديما الصحه دخل علينا بالصحه والسلامه يا ربي، والرضا اننا نكونوا راضيين على روسنا وربي يرضى علينا وصافي. بالنسبه للامنيه اللي تحققت لنا في 2022 هي حققنا جزء من الحلم ديالي، والمشكل النهار اللي زعما الشيء اللي داز عندنا خايب هو الوفاة ديال ريان الطفل الصغير اللي خلى اثر في المغاربه في 2022، اللي هي بحال قلت ايام سوداء ملي كنا كنتسناو اللايفات وداك الشيء. وكنتمنى ان شاء الله في 2023 اننا ما نشوفوش المأساة بحال هذيك، وما نشوفوش ويدخلوا على 2023 يدخلوا على المغاربه بالصحه والسلامه، وباش ما نتمناو ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لي دوزت 2022 كانت سنه جميله عليا، ف انا ديما قبل ما يوصل العام ضروري كنخطط شنو خصني ندير في ذاك العام، فكنقدر انني نحقق بزاف ديال الاحلام اللي ديجا خططت لهم، فهذه حاجه زوينه اللي كنصح بها الناس يديروها. بالنسبه لي عاوتاني 2022 درت فيها بزاف ديال الحوايج اللي فريمون انا فخوره بهم، وباقي كنكتشف وباقي كنتعلم. بالنسبه للحوايج الخايبه اللي دوزتها في 2022 ما كنعقلش عليها، الخايبه ما كنعقلش عليها.